تعالى نتكلم على امبي. تمام امبي شفناه اخر ماتش ليه كان قدام امام الاهلي تمام في كاس مصر، وكان لسه بعض اللعيبه ما رحلتش، منهم رامي صبري اللي تمام كان متواجد النهارده مع اعتقد مع فاركو. فاركو. تمام، في اكتر من لاعب رحل عن نادي امبي لعيبه كتير، وكابتن حلمي معتمد على لعيبه صغيره في بالظبط السن كده. اكتر يعني. هل تتوقع امبي بنفس قوه امبي بتاع السنه اللي فاتت، ولا امبي مختلف السنه دي؟ هما لا هيبقى مختلف ومحتاجين وقت عقبال ما ينسجموا. كابتن حلمي بادئ من بدري وعامل ماتشات وديه كتير وجايب لعيبه كتير جديده. بالمناسبه انا في لعيب الباك ليفت اللي هيلعب الماتش الجاي، مروان داوود من عندي من نادي الشمس، انا اللي موديه امبي السنه دي. والله العظيم لعيب كويس جدا، لعيب من اللعيبه المحترمه يعني، باك ليفت من الباكات ليفت بيلعب اساسي. العصريه، هيلعب ماتش الزمالك، هيبقى موجود. ده هيبقى اول ماتش ليه، ما كانش لحق ان هو خلص قبل ماتش الاهلي بيومين ثلاثه فما لحقش يلعب معاهم، كان لسه فتره اعداد. لعيب من اللعيبه الكويسه هيبقى موجود. والكابتن حلمي سياسته الفتره اللي فاتت اللي هو بيعمل كده، او سياسه النادي كلها، اللي هو حتحوت ايوه، ما زي هو ما قلت برضو من الناشئين لعيبه امبي صغيره يعني كلهم، كلهم كده، اغلبيه وما عملش سكواد جديد، ما عملش ما لعيبه. عملش، هو بيعتمد على اللعيبه الافارقه اللي بيجيبها اللي هم يفرقوا معاه. هو الصراحه عينه كويسه في الحته ديت، او اداره النادي بتجيب لعيبه افارقه ما كويسه زال الاثنين عنده اللي هو تقريبا. اللعيب اللي هو راس حربه. قولوا لي يا جماعه انا مش امبي عارف بالظبط. لكن انت عارف امبي من الفرق اللي بتخوف، فرقه خصوصا طبعا، مع الزمالك. هو فرقه ومع الفرق كلها لا، يعني. مع الزمالك بالذات لا هو طبعا يعني، هو السنه اللي فاتت مع النادي الاهلي في الدور اول دور تاني في الكاس على طول تلاقيه اول دقيقتين ثلاثه 2-0، مع الزمالك برضو السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها كسبان بس انبي، ما بس فيش، بي بي هو بي ماتش واحد، بيعافر ماتش واحد وبيرجع مع كابتن حلمي بس اللي خسرناه، اه اللي هو كان 2-1 اللي هو بتاع محمد شريف، بس هو الماتش ده الوحيد يمكن اخر 6 7 ماتشات نادي الزمالك بيكسب. حتى الفتره بتاعت جروس الدور كان، الاول السنه اللي فاتت كان ماتش صعب جدا، والزمالك خلص 2-1، الزمالك تقدم 2 ورامي صبري جاب جون وكان والدور فيها الثاني 3-1 للزمالك. اه السنه اللي قبليها ماتش وماتش، السنه اللي قبلها مع لما كان جروس موجود كسبناهم 4 وكسبناهم 3 يعني. الماتشات فارق كبير نادي الزمالك، ماتش كل فتره طبعا بيبقى ظروف ماتشات، هل لكن اللعب في بيترو سبورت يختلف عن اللعب في استاد القاهرة؟ أكيد طبعا مليون في المية يعني. استاد القاهرة أوسع، الأرضية أحسن. أرضية بطرس سبورت شفناها النهاردة أرضية كويسة، لكن أنت بتلعب في استاد القاهرة مفيش فرقة بتعرف تدافع في استاد القاهرة على العموم يعني. أنت لو بتفتح عرض الملعب، لو مدرب بيفتح عرض الملعب بالتكتيك بتاعه، مفيش فرقة تعرف تدافع في استاد القاهرة. ويعني كمان دخلت استاد القاهرة لها رهبة، غير برضو أنت فرقة إنبي ملعبهم برضو متعودين عليه، طبيعي هيبقى يعني عنده شوية يعني، حافظ شوية في الحتة ديت أو هتساعده شوية. لكن نادي الزمالك قادر في أي ملعب اللي هو يخلص الماتش من بدري ويخلص. انا فاكر كمان كان من ضمن اللعيبه المميزه عندهم السنه اللي فاتت وكان عامل شغل كريم فؤاد، كريم انتقل كريم راح للاهلي. الجونه. ايه كريم فؤاد، لا انا بحس كريم كريم فؤاد، طارق، كريم طارق لا راح الجونه. وكريم فؤاد انتقل للاهلي. ما هو كريم كان اعاره من من النجوم. نجوم. بس بقول لك السنه اللي فاتت كان معاهم يعني ما هو طول السنه من يعني. اللعيبه الكويسه طبعا يعني. كمان يعني هو الكابتن حلمي، ما انا بقول لك هو يعني ما تحسش ان الفرقه فيها نجم، هو بيحاول مجموعه من اللعيبه اللعيبه حتى اللعيبه شباب الصغيره، الشباب ومعاه مجموعة في من اتنين اللعيبة لعيبه. اللي مش ما بيجيبش بفلوس كتير، ما هو ما بيجيبش لعيب بفلوس كتير. جاب كمان اتنين لعيبه السنه اللي فاتت، جرجس مجدي من النجوم، ومهاب ياسر، الاتنين برضو بالظبط من الدرجه الأشول الثانيه. اللي في نص الملعب. فالاتنين جايبهم من نجوم المستقبل، فهو معتمدين الفتره اللي فاتت على الحاجات ديت، وبيحاول يعمل فرقه جديده للنادي. وتقريبا الموضوع المادي فارق شويه يعني في صحيح.